السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة جديدة. هاد النهار غنشوفو جوج ديال الأجزاء. غنشوفو الجزء الأول غنشوفو لاصوص إسبانيول، والجزء الثاني غنشوفو لاصوص دومي غلاس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بالنسبة للجزء الأول اللي هو لاصوص إسبانيول، غادي نحتاجو المقادير التالية: فون بغان دوفو، يعني المرق البني ديال البقر، ديجا شفناه وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. فارين طوريفي يعني دقيق محرق، ميربوا هو الكارنيتو أروماتيك، يعني الباقة الموسمة فيها خيزو، البصلة، البوارو، كونسونطري الطوماط، طماطم مركزة، طماط فريش، طماطم طرية، بوكي غارني اللي فيه ورق سيدنا موسى والزعترة، هي التومة وسال وبوافغ يعني الملح وبزار. لنبدأ على بركة الله التكنيك دو بريباراسيون، يعني طريقة التحضير. أول حاجة كنطوري فيه لافارين، يعني كنحرقو لافارين. لافارين مي كتحرق لها النشا ديالها كتعطينا واحد المادة سميتها ديكسترين. داك الديكسترين هي اللي كتعطينا داك المذاق وداك اللون وداك الرائحة سبيسيال ديال لافارين. من بعد ما كان نحرقوها كان طاميزيو لافارين، يعني كان نغربلو لافارين ديالنا. من بعد ما كان ساليو هاد المهمة كان دوزو لا غارنيتور اروماتيك بريباري لا ميربوا، اما كنسميوها الميربوا ولا الغارنيتور اروماتيك. كتكون من الجزر ومن البصل ومن البوارو. كنقبطو خيزو كيما هكدا، الطريقة كنقطعو بهاد الطريقة هادي على النص ثم على ربوعة، ومن بعد كنقطعوه على هذا الشكل هذا كما تلاحظوا. هذا بالنسبة للجزر، يعني الطياج ديال لي كاروط. بالنسبة للبصل تايا نفس الطريقة كما قطعنا لي كاروط. كنقطعو يعني مربعات كبيرة. دونك البصلة كنقطعوها على شي 3 ولا 4 كما هكذا، عاوتاني كنقلبوها وكنقطعوها على 3 ولا 4. وهادي كتسمى لا ميربوا، يعني البصله وخيزو. كان عندنا البوارو حتى هو كنديرو. من بعد ما كنساليو بالميربوا كنديلايو لافارين افيك دولو فخوات. كنقبطو شويه الماء بارد وكنديرو فيها داك لافارين اللي حرقنا وكنطلقوها بالماء بارد باش ما كديرناش لي غريمو، حيت الا طلقناها بالماء سخون غديرنا لي غريمو. لي غريمو هما داك الحبيبات، باش نيفيتيو داك لي غريمو كنديروها في الماء بارد. كنطلقوها في الماء بارد مزيان بالفوي حتى كتطلق، ومن بعد كنضيفوها شويه بشويه لو فون برون كليغ. لو فون برون كليغ راني ديجا داير لكم الرابط في صندوق الوصف، وديجا شفناه في فيديو سابق الطريقه ديالو. دونك دخلوا شوفوا الطريقه ديال لو فون برون كليغ باش تعرفوا تكملوا. دي كونتي ا بليزيوغ اوبريز، مره مره كتبان ليا داك المواد الدهنيه الفوق كنحيدها بلا لوش، كتسمى دي كونتي. غي اجوستي لا ليزون سي نيسيسير، لا بالك بان لا ليزون مازال خصها لا خصها تعقد، كنزيدها كنزيد داك لافارين ديالي اللي مازال ليا. مره مره ما ننساش دي كونتي ا بليزيوغ روبريز، يعني مره مره كنحيد داك المواد الدهنية اللي كتكون لي على السطح. وهكذا كنكون حصلت على لو فون بغان لي. دونك لو فون بغان لي اي بري، يعني واجد دابا. من بعد ما كيوجد لي لو فون بغان لي كنقبط لا غارنيتور اروماتيك، ولا عندي شي عظيمات زايدين كنقبط كنريسوليهم، ريسولي لا ميربو، يعني كنقبطهم كنحمرهم كنصوطيهم حتى كيتحمروا. حيت لاصوص اصلا كتجي بنيه، يعني ملي تحمروا ما غياثرولناش على اللون، بالعكس غيعطيونا اللون الطبيعي ديال لاصوص. غي سولي هي صوتي افيك كولوراسيون، يعني صوتي بالتلوين. مي كان صوتي افيك كولوراسيون لا غارنيتو اروماتيك كنمويو افيك لو فون بغان اللي ديجا وجدناه، داك لو فون بغان اللي زدنا عليه لافارين طوريفي، لافارين محرقه، كنمويو بهذاك لو فون بغان لي، يعني معقد كما كتلاحظوا الان.
وكنحركوا الخليط كله ونخليوه يطيب. كدوز واحد 4 ساعة كنزيدو البوكي غارني وكنزيدو الطماطم المقطعة اون غرو دي، ومرة مرة كنيكوميو يعني كنحيدو داك الفرارة اللي تتكون لي على السطح. مي كضرب لاصوص اسبانيول الغلية واحد 4 ساعة كنقبطو كنزيدو فيها شوية ديال الماء بارد، شوية الماء بارد باش كيخلي ليا لاكريس تطلع الفوق، يعني الشحمة داك المواد الدهنية كيطلعو الفوق. اجوتي دو لو فخواد بو غومونتي لاكريس باش يطلعو داك لاكريس. باش كنتحكم فيهم كما تلاحظو دابا كنتحكم فيهم انه كنحيدهم، يعني داك المواد الدهنية الزائدة. ابخي اون اوغ ديمي دو كويسيون، يعني من بعد ساعه ونص ديال الطياب كنباسي لاصوص او شينوا. دونك كما تلاحظوا كنباسيو، يعني كنصفيو لاصوص في شينوا ديالي من بعد ما طابت ساعه ونصف. وكذا كنكون حصلت على لاصوص اسبانيول. لاصوص اسبانيول اي بريت، دابا راه لاصوص اسبانيول واجده. دونك هذه هي لاصوص اسبانيول. غندوزو للجزء الثاني اللي هو لاصوص دومي غلاس. لاصوص دومي غلاس هي المشتقات، هي من المشتقات ديال لاصوص اسبانيول. دونك لاصوص دومي غلاس كما تلاحظوا غيدوير اون بارتي لاصوص اسبانيول. كنقبطوا لاصوص اسبانيول اللي شفناها في الترونش الاولى اللي شفناها في الجزء الاول، وكنقبطوا كنريدويوها، يعني كنخليوها تقلى شي شويه، كنخليوها تقلى. كتسمى دومي غلاس يعني الا كانت عندك كيطرو خصو يرجع نص يطرو، كانت عندك نص يطرو خصو يرجع ربع يطرو، يعني نص الكميه دومي غلاس. وفي التالي كنباسيو لاصوص او شينوا. دونك هذه هي لاصوص دومي غلاس، يعني خصنا ضروري نوجدو صوص دو صوص اسبانيول، وكنقبطو كنزيدو نقصوها يعني حتى كترجع النص ديال داكشي اللي كانت عندنا في لاصوص اسبانيول. لاصوص دومي غلاس كتكون عاقده شي شويه على لاصوص اسبانيول. كنشكركم على المتابعه، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.